يكون عند هذا المشاحر شفاء، وليس عنده والله إلا البلاء. وإن شفيت على يده مرة تعلق قلبك به ووثقت به وظننت أنه المدى، أنه الطبيب المداوي والمعالج النافع، ولكنه أفسد دينك وقضى على إسلامك، وهو خير لك من كل ذلك. أيها المسلم، هؤلاء السحرة حرام على المسلم قصدهم، حرام عليه إتيانهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أنهم يدعون علم المغيبات، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي لفظ: من سأل كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الساحر مفسد، حده في الشرع القتل، فروي قتله عن 3 من الصحابة: جندب بن عبد الله، وبجالة وحفصة رضي الله عنهم. وكتب عمر إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فوجودهم بلاء وإتيانهم ضرر وفساد الدنيا والآخرة. قوم لا خلاق لهم، وقوم لا دين لهم. إن نظرت إلى دينهم وجدتهم لا دين عندهم، ولا قيم ولا فضائل عندهم. عندهم البلاء والضرر العام في الدنيا والآخرة. أيها المسلم، العلاج مطلوب والسبب مطلوب، ولكن بأي سبب وأي علاج؟ فعلاج فيه منافات لدين الإسلام هذا ضرر محض ولا خير فيه. كم تأتيهم النساء طال يطلبن منهم أن يقربوهم إلى أزواجهم، ويدعون قدرتهم على تحبيب المرأة لزوجها والرجل لامرأته، وكل هذا من الباطل. فالمحبة قلوب الله الذي يقذفها، لا هؤلاء الضالين. وقد يأتيهم بعض الجهلة ليستعين بهم على إلحاق ضرر بهذا وهذا، فبعض النسوة قد تأتيهم لتحثهم على أن يصنعوا لزوجها ما يبغض به ضرتها ويقبل بقلبه عليها. وقد يأتيهم قوم من باب العدوان ليلحقوا الضرر بالآخرين، والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. أيها المسلم، إن الله بعث محمداً بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فأخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك والباطل إلى نور التوحيد، وخلصهم من الخرافات بالحجج الواضحة البينات. فيا أيها المسلم، احذر هؤلاء فلا خير فيهم. إنما نسمع أحياناً من وجود سحرة ومشعوذين عند في مكان كذا وكذا، إنما هي مصيبة في الأمة، والواجب اجتذال هؤلاء، وأن لا يكون لهم شأن، وأن لا يقصدهم المسلم، وأن يعلم أنه إن قصدهم فقد أفسد دينه، فهم لا خير فيهم ولا علاج عندهم، وإن تظاهروا بما تظاهروا به. أحياناً يقولون: إن لنا قرناء من الجن المسلمين يعينوننا ويبينون لنا ويكشفون لنا الحقائق، وكل هذا من الجهل والضلال. فإن الشياطين لا يعينون السحرة إلا إذا ذل الساحر للشيطان،
عبده من دون الله وأطاعه من دون الله وارتكب كل الخسائس والدنايا في سبيل إرضاء الشيطان حتى يرضيه فيعينه على الشر والفساد، فيستمتع الجن بالإنس بعبادة الإنس لهم، بسجودهم لهم، بذبحهم لهم، بعبادتهم إياهم، بارتكابهم الرذائل والدنايا لأجل إرضاء الشيطان حتى يعينه على تنفيذ مراده. فأمر بين الشيطان وبين فاسق وظالم من البشر لا خير فيه ولا منفعة فيه، فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه، وعليه أن يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، وإذا ابتلي فليصبر وليتعاطى الأسباب المأذون فيها شرعا، ولا يأتي سبب الله حرمه عليه. والله أخبرنا عن السحرة أنه لا خلاق لهم ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فيا أخي المسلم، نصيحة لله أن تبتعد عن هؤلاء، ولا تثق بهم، ولا تستر عليهم، ولا تستعن بهم، ولا تجعلهم أهل علاج وشفاء، والحذر الحذر منهم، فلا خير فيهم ولا في دوائهم، بل عندهم الداء العضال وليس عندهم دواء ولا شفاء. اطلبوا الشفاء من رب العالمين، يقول الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. فاسأل الله الشفاء من عنده، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وإياك أن تأتي أولئك أو تثق بهم أو تحسن الظن بهم مهما قالوا ومهما تظاهروا، فلو تظاهروا بالتقوى والصلاح وأنت تعلم سيرتهم الضارة السيئة ووسائلهم الضارة فلا تثق بهم، فليس عندهم خير. وليحذر أرباب الرقية أن يكذبوا على الناس أو يخدعوا من يأتيهم بأنواع الخرافات ليمتزوا أموالهم وليكثروا السواد عندهم. فلا خير في السحر لا لمن يقدر عليه ولا لمن يدعيه وهو غير قادر عليه. وليحذر أهل الرقية من هذه الخرافات، وليرقوا المرضى بكتاب الله والمأثور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليحذروا الأكاذيب والأباطيل التي يخدعون بها من يأتيهم ليقووا ثقة الناس بهم ويستلبوا أموالهم، والله يعلم أنهم لا يحسنون شيئا من هذا. فليتق المسلم ربه في أحواله كلها. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا وأهلينا وأبداننا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حقا،